أقول أخونا محمد بن زايد يقول مبروكين على المريخ والتاريخ. الحمد لله الحمد لله وما قصر طيلة. الحمد لله الحمد لله. اسمح لي بكلمتين نشكرهم. تفضل. مبروكين يا شباب، مبروكين أنتوا علينا، مبروكين أنتوا على شعب الإمارات، مبروكين على أمتنا العربية اللي حققتوه شرف لكم ولأهلكم ولبلادكم ولأمتكم. شيء ثاني أريد أبارك لمعزبنا وشيخنا سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد، وللمعزب وتاج راسي أبو راشد اللي كان الدينمو الرئيسي وراء هذا الحدث. أبارك لحكام دولة الإمارات، أبارك لشعب دولة الإمارات الوفي المخلص اللي اليوم فرحته ما توصف. أنتوا السبب بعد توفيق رب العالمين. ما ننسى صورة الشيخ زايد، وهذا التاريخ يذكرنا به اليوم. سنة الحياة يا عيالي، جيل يسلم الراية الجيل والحياة تمشي، هو بداها وانت وصلتوا. الحمد لله الحمد لله. مشكورين على المجهود، مشكورين على المستوى، مشكورين على التشريف اللي شرفتونا به، رفعتوا راية بلادكم وسمعتها في المريخ. حفظكم ربي جيل يشرف، ومبروكين مرة ثانية أنتوا على بلادكم. سعدنا بشوفكم، فرحتنا كبيرة. حفظكم ربي. الحمد لله الحمد لله.